السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الفيديو إن شاء الله غنشوفوا يعني هذا الترانزستور بي سي 547 و بي سي 547. يعني هنا ها هو شتي بي سي 547 ترانزستور بي سي 547 رياكتيف ميوزيك. رياكتيف ميوزيك ملي كدير هذا سميتو كيبقاو يطفاو ويشعلو. هنا البيس ديال الباتري 12 فولت يخرج من هنايا وغيمشي البيس ديال 12 فولت غيخرج من هنا ديال 12 فولت وغيمشي ريزيستونس 68 كيلو اوم مقاومة من هنايا غيمشي مع البيس ديال ستريب ليت لوحة الليدات 12 فولت. والموان ديال الباتري 12 فولت غيمشي للإيميتور ديال بي سي 547 ويخرج من الإيميتور ويمشي الناقص ديال نيجاتيف ديال الميكروفون. ومن هنايا البليس ديال هاد الميكروفون غيمشي مع لاباز ديال الترانزستور بي سي 547 ولاباز غيمشي للريزيستونس 68 كيلو اوم. ومن الريزيستونس غيمشي مع البليس ديال هاد لاليت. ومن هاد الريزيستونس مع البليس ديال لاليت غيجي غيمشي مع البليس ديال البطارية يعني الباتري 12 فولت 12 فولت. والكوليكتور غيخرج منه واحد الخيط وغيمشي اللي هو المون ديال هاد ستريبليت. المون ديال ستريبليت غيمشي الكوليكتور ديال الترانزستور بي سي 547. هما دابا قلنا البلوس ديال الباتري تبع معايا غيمشي للريزيستونس 68 كيلو اوم. من الريزيستونس غيمشي مع الخيط ديال ستريب ليت لوحة الليدات. ومن الريزيستونس غيخرج منها غيخرج خيط اللي هو البليس كله بليس هذا غيمشي للاباز. من لاباز ديال الترانزيستور غيمشي للبوزيتيف اللي هو ديال الميكروفون. والموان ديال الباتري غيمشي للإيميتور. من الإيميتور غيجي 12 فولت غيجي نيجاتيف ديال الميكروفون. والناقص ديال هاد الستريب ليت غيخرج منها خيط اللي هو نيجاتيف ديالو غيمشي للكوليكتور. يعني بين الكوليكتور لاباز ايميتور. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يعني هذه كتسمى رياكتيف ميوزيك. ملي كدير الموسيقى كتبقى هاد الميكروفون كيلتقط الاشاره وكتبقى هذه كتبقى تشعل وكتطفى بحال هكا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.